مشاهدي شفت في تبارك الله في هذا البث المباشر مباشرة من جبال تويسنت. يعني احنا في وسط جبال تويسنت كما كتشوفوا. شوفوا الناس فين ساكنين اخوتي، الناس ساكنين هنا في وسط الجبال. احنا مع واحد جوج تاع الكوبل يعني مسنين ساكنين هنا بسكن طالعين بالبلد. عمي تدخلوا الداخل باش يسمعوك الناس مزيان. الحاج ما كتشوفوا الحاج هنا عنده. شوفوا الناس فين ساكنة اخوتي. كاين كونيكسيون. الحاج تبارك الله عليك. الله يبارك فيا انك. الحاج شرفنا بالاسم ديالك، وانت الاصل ديالك منين؟ الاصل ديالي منين؟ انا من ولاد سيدي عدي بن يحيى. الحاج والسميه ديالي حسني عبد الله. حسني عبد الله. واه. الحاج انت قبل ما تسكن هنايا في هذا الاخر فين كنت ساكن هذه شحال؟ كنت ساكن في انقاد في دوار الشرفه ولاد سيدي عدي بن يحيى. ولاد خويا كانوا جاو للدار من فرنسا، يوسف ومحمد هما اللي طيحوها وميمون. ايوا هذيك هي. انا هجرت، فانا ما عندي باش نشارع، ما عندي جهد، ما كانوا عندي عينين ثلاث سنين وانا اعمى ما نشوفش. غير هاد الخلقه كانت تقود فيا وتديني وتردني. الزوجه ديالك؟ واه. هذا باش هجرت من ثم. كان يقولوا لي ما عندك ولاد، ما عندك لا يديك لا ردك، هي الخير والمزيه بعدنا. هذو جهال ما نهضرش فيهم، ربي هو اللي غادي يخلص مني ومنهم. يعني هما اللي شردوك باش خلاوك جيت توصل هما اللي شردوني وخلاوني جيت لهنا. حكينا الحاجة دي شحال فاش كنت خدام؟ انا ما كنت خدام، كنت كساب. كنت نكسب البقرات ونكسب الشويهات ونعلف منا وندور من انا الجورني ما خدمتوش. وذاك الشيء كنت نقرش منا، ندي حليبه، ندي نشري الحليب ونبيعه، نشري كذا. واليوم الحمد لله في سيدي ربي فهذي هكذا، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. ايوا هذا ما لقيت باش نشارحهم، ما كانوا عندي عينين. المراه مريضه من رجلها كانت انقرضت، انا ما عندي عينين ما عندي والو. الله غالب كانوا ما عنديش. اليوم راه عندي واحد الناس جاوا مساكين. سيدي رب العالمين الله يعمل ديك الدار تكون دينو المسلمين تكون خير من هذه. وهذه راها غرانا وبشله واحدين، شله واحدين راها جرهم واحد جر كبير. هذاك الجر راه ما يخدمش، راه ما يخدم غير الصدق نتاع سيدي ربي. هذا هو الكلام اللي تديه زعما من عندي انا. هذا ما فات عليا غبينا. والحمد لله الحمد لله. اليوم كاع راهم يجيو شي محسنين، واحد يعطيك 5000، واحد يعطيك 10000، واحد يعطيك باش ما كتبهض له ويجيبوا لنا ما ناكلو. هما بعد هاد الاولى واحد السيد قال لي غادي نجيب لك الدقيق. انا ما عنديش الدقيق، طحين واه باش ديروا الخبز. باش نديروا الخبز واه السكنه. وراه ما غادي قال لك نعوضوا لك هذه الدويله نزيدوا فيها، نمشيو للخليفه ويعطينا واحد الرخصه ونزيدوا لك فيها. شوف الله اعلم. واه هاد الدويره هذه يبان لي هذه مسقفه غير بالخشاب. غير انتم صاوبتوها، احكي لي كذا صاوبتوها. وكان نحكي لك تعرف منين تقدرت علي. راني رقتو كي درت لها وسكنت. انت كمل من عندك، ماشي انا نكمل من عندي. راك شفت السكنه كي دايره وشفت كل شيء. الباب ما عنديش، راني كادي غير بالبط. يعني غير اللوح وغير الزنك. غير الزنك، لو كان لقيت غير الزنك لا باس عليا. لو كان لقيت واحد دي يشري لي واحد خمس ستة تاع الزنكات نسقف غير هذو ونسقف. فهمت. ونوديو للناس هنايا عاوتاني. وكي كطيح الشتاء عمي هنا كي كديرو هنا الجهه كطيح فيها حتى الثلج يمكن. طيح الشتاء والله العظيم اذا كان نتغطاو بالميكا قسما ربي. ملي تلقى تقدر عليك في الطراق قال تراك والله تلقى السيد عليك والله تغطى غير بالميكا.
ديروا الميكا فوق الكاشات فوق الكوبيرتات واه. والثلج كيطيح عندكم هنا؟ الثلج غير هو منين سير تحت الثلج راه ما يوخرش. واه فهمت واه. وباش كتسخنوا باش ولا ولفتوا صافي توالفتوا؟ لا ما نجيبوا الحطب نجيبوا منها من الغابه الحطب ونسخنوا نديروا شي ميدي كيما قالت راه فين وبنادم يدز لبعضه ونسخنوا. فهمت واه. واه وشحال مع عمي انت ساكن هنايا؟ انا راني في 6 سنين. 6 سنين نهار الاول كي جيت انا عمي ما تبدلش عليك الدعوه لحقاش موالف ساكن في واحد الجهه وجيت جهه اخرى ما جاتكش الدعوه في شكل البرد دوك ملي نطيحوا لك الدار تجيك لوكان بقيت لوكان بقيت نزيد لقدام ما نقعدش هنا عاد مناش كي طاحت لك الدار ولونوك ولالو لك داك الشيء لوكان بقيت عاد نزيد واحد المينا ونجمع فوقها وطرطق لتحت مناش الغبينه واعله حقره عمي ياك حقره حقارين يعني داو لك دارك دموها لك دموها الدار كي دايره اللي كانت عندي وذاك الشيء وداروا الشهود وداروا الشهود تاع الزور قال لك هذه تاع هما كاع بانيين وداروا الشهود تاع الزور باللي انت ساكن في دار باك وانا دار با الله ما حنا كنا في الجزائر ومنين جينا لقينا الديار كل شيء طايحين هو بنا في جيه وانا بنيت في جيه وعشر خويا بنا في جيه ذاك في فرنسا اليوم راه عندهم الخواله وعندهم ذاك الشيء كل شيء انا داري يطيحوها قال لك ما حاصل حقره حقارين ولا بس ايوا ما انت عمي ما قاريش ما عارفش كاع واش دير ما قاريش وزدت عميت ذاك الزعاف عميت غير هاد الخلقه دير فيا الخير والحمد لله فهمت شحال من عام انت مزوج عمي؟ راني عندك شي 15 سنه 15 عام ماتت الله يرحمها وهذه الخلقه انا وياها غير دفنتني ولا دفنتها. فهمت وما ما عندكش وليدات عمي يعني ما جابش الله الوليدات. ما جابش سيدي ربي ما عنديش ما نشاركهش. هو اللي يحكم. هو اللي في ذا كلشي. سيدي ربي واحد لا شريك له. الله الوطن الملك. الحمد لله واخا الظروف واخا الحمد لله حمد الله وشكر حمد عمي. الله واخا راني شوف واخا اللي عطى الله راني حامده. كان يدي يجيب لي سيوا كان يدي يجيب لي جليبه كيما هذيك كان يجيب والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. نحمد سيدي ربي ونشكره الله يعمل ديك الدار تكون خير من هذه. ان شاء الله تبان لي عمي هنايا انتم بزاف تاع الناس اللي ساكنين هنايا واش عائله ولا؟ انا قلت لك ماشي من هنا. واه. يعني قلت لك ماشي من هنا ما نعطيك لا كارت تقريها انا. فهمت. انا داير دوار ولا سعيد انا ولاد سيدي علي بن يحيى من الكرواس ما نتاعنا ولا ثنيه نتاع تاع السوق. يعني هذه ل... ل... هنا هذو العائله نتاع المراه ديالك. هذو العائله ديال المراه ديالي. وانت يا عندك شي واحد من العائله شي واحد خوتك ولا خواتاتك ولا؟ ما عنديش عندي غير واحده بنت خويا راه في ذاك المير علي. وخويا كبير عليا بزاف راني شي خطره منين نهود من حد لحد هو على قال الطريق عند الجامعي دارك شلت الجامع اليوم. نهود شي خطرات نوصله شي خطرات اودي مني ما نقدش وما عنديش المركوب وما عنديش داك الشيء راني ما نوصلش. فهمت الله غالب. خوك شحال عنده مع عمي؟ عنده شي 100 واش 100 تبارك الله. وانا راني في راني دخلت 90 وراني في 7 سنين موراها. 97 عام يعني 97 عام تبارك الله عمي تبارك الله بطول العمر ان شاء الله. اولدي لا لا الله يعمل قد الصحه قد العمر. هذاك الشيء اللي كاين واه الله يجيب لنا تهريسه نتاع البوش الا تعرف البوش غير كان هنا مشى. يعني انت عمي انت شفت الوقيته عشت الوقيته نتاع الاستعمار وعشت عشت الاستعمار عام مالي كان كاع مالي كان منين كنا نطلبوه الخبز ماشي عاد استعمار استعمار غير البارح دخلت فرنسا. فهمت يعني انت راك قبل ما تدخل فرنسا واه والحمد لله. فهمت وشكون اللي حسن يا عمي هذاك الوقت ولا اليوم؟ شوف ولدي كان الصديق بكري حسن واليوم الله عالم ما نعرف انا ما مخالطش البشر راني نطلب غير ربي. فهمت يعني انت غير هنايا لا تهود المدينه تقضي شي حاجه وتولي شي صلاح منين نكون عندي شي بليسات نهود نجيب نصيري بطاطا والله شويه طحين والله شويه داك الشيء صافي من ثم ما نوليش المدينه. تبقى غير هنا صافي دوكا ولفت انت هنا في العروبيه والشجور والغابه والبرد. واه دوكا الانسان والف. واه فهمت والف فهمت والف والحمد لله في سيدي ربي. فهمت واه عمي حاجه نقدر الا بغيتو تولي من هنا نصور هذيك الاخر غير واخا ولدي
واه معليش نبينهم ما ماشي مشكل. السيدي تعرف شي يبين كل شيء يا صحافي. واه صحافي ايوا بلدي الله يحفظك. هذه الحاجه هذه الوالده ديال الزوجه ديالك. شوفوا شوفوا اخوتي الناس فين يعني فين يطيبوا هنا يمكنوا تسخنوا يطيبوا هنا يا مساكين بالحطب. شوف طيبوا هنا بالحطب وامام طون يسخنوا هنايا يعني راه كما كتعرفوا الفاخر الله يستر يقدر من باتوا معاه ولا هذه يقدر يخنق. شوفوا يعني ها الناس فين ساكنين اخوتي غير باش تشوفوا. نتمنى انه تبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا الله يجازيكم بخير. شوفوا الناس فين ساكنين يعني في وسط الجبال. حنا رحنا باش وصلنا هنايا بواحد الصعوبه كبيره بزاف يعني صراحه. شوفوا الخيط تعدوا يعني كي دايرين له جايبين كما كتشوفوها. ها شوفوا اخوتي ها شوفوا الناس ها غير زريبيه وطويبله يعني حتى قال لك كي كتطيح عليهم الشتاء الفراش كيديروا عليه الجلد ياك عمي ونعم كديروا عليه الجلد باش ما تنفخوش باش ما يتنفخوش. واه فهمت. واه نديروا عليه الميكا حنا نستقلوا نديروا عليه الميكا فوقنا والكوبيسات من تحت باش ما يبقاش يطيح علينا ذاك الماء هذاك. فهمت عرفت عرفت. وبالنسبه ليا ما تاع كورونا عمي كي كانوا ما كانوا مبلعين كل شيء وهذه كي كنتوا ديروا جابوا لكم شي مساعدات جابوا لكم قفار اذا كان شي واحد مهود غادي للمدينه ولا ذاك الشيء نعطيوه يجيب صافي. اذا كان عندك الفلوس عندك ما عندك شيء استنطر الله حتى الغدا ولا غير غدا يجيب لك الله. وهذا المرض هذا اللي جا جديد سمعتوه به قالوا لكم اللي كاين المرض؟ سمعنا به قال لك جا جديد قال لك واحد يقول لنا هو مرا وبنتها واحد يقول لك مرا وراجلها واحد يقول لك ما عرفناش هذا الشيء ما عرفناش عارفين اولدي ما عارفينش يعني انتم غير ساكن ما عارفين لا كاين المرض ولا ما كانش واحد يقول لك جايه هو راجلها راجل مشى والمرا ولات في بلاصتو وبنت يعني كورونا راه تولد كل مره غيقول لكم ودي راه مراه كذا. حنا انا ما ندحش فيها ما نكذبش عليك ما فيا والله مين يدير يقول غادي نطلع لي للجبل. انا نطلع للغابه كما هذيك راه بينا اذا قديت نطلع كما هذيك الشجره والريح ونسبح اللهم هذيك. فهمت عرفت. واه عمي هنا انتم الغابه حيت كاين الغابه وهذه كاين الحلوف هنا الثعلب الدوبه كاين الذيب كاين الثعلب كاين اللرلب كاين الحجله كاين كل شيء كاين. فهمت. واه كاين كل شيء كاين. والحلوف ما كيجيش يقربكم هنا الا بغى يجي الحلوف اذا ما ظلمتش ما يظلمكش. الحلوف ما يقربش كاين ما يقربش عشاك الدواري. فهمت. واه موراه ايوا راك عارف كل واحد واش داك انت هذه واش داك انت الحلوف لا حتى يجيك الحلوف في يدك ما تمشي لا ما تخربش فيه ما يخربش فيه. يعني الناس عارفين كي يديروا يتعاملوا هنايا مع الحلالف وداك الشيء. واه واه فهمت. واه هذا هو اولدي. فهمت. واه هنا بالنسبه مساعدة. واه انت دروك عمي شنو تطلب من الناس اللي راهم يتفرجوا فينا المغاربه اللي راهم يتفرجوا فينا شنو باغي انت شنو انا باغي غير يعدوا لي هاد الدويرات فين نموت والله يخلف عليهم. يديروا لك بيبان يصابوا لك يديروا بيبان ويزيدوني شويه في التسع التسع الانسان يوسعوا له شويه هذاك ما راني طالب. ويعطيوك هنا الرخصه السلطه يعطيوك الرخصه باش نمشيو للخليفه. مشيو للخليفه انا اللي يعطيو. مشيو للخليفه مشيو للخليفه باش الخليفه يعطي اذا ذاك الشيء مثل مشيت للخليفه دروك يعني فهمت انتم مشيت للخليفه تقول لها ودي انا غادي نبني ذاك السيد في سبيل الله وذاك الشيء ما بغاش تمشي للقياده والله يقول لك هذا جبت تشريح التشريح ان شاء الله يعطيوك يعطيوك الحاج يعطيوك ان شاء الله يعطيوك. السلطان ناس مزيانين هنا يعطيوك الحاج يعطيوك زينين. واه يقول لك غادي يبنوا لنا سنين يعطيوك. واه يعطيوك ان شاء الله ويعاونوك وحتى المغاربه غادي يعاونوك ان شاء الله ان شاء الله. ونتمنى اخوتي اخواتاتي زيدوا تبارطاجيو معنا هذا المباشر الحاج راك شفتوا فين يعني ما ها شوفوا باش الناس اللي ما كانتش معنا باش يشوفوا شوفوا الغابه ها ساكنين منهم الغابه. ها شوف ها فين رحنا خوتي شوفوا غير الجبال والخلال القفار يعني حنايا باش وصلنا لهاد البلاصه هادي راه باش باش قتل الانفس يعني غير بيست بيست ما ضربنا بشحال كيلومتر غير لا بيست باش وصلنا لهاد البلاصه يعني نقدر نقولوا حنايا المغرب العميق بهذا المعنى هذا.
يعني تاع الناس بهذه البلاصه خصكم تعرفوا راه كيطيح فيها التاج، طيح فيها الشتاء دابا، وحنا راه حنا ميتين بالبرد يعني واقفين كنصوروا مع هاد الناس هادو. شوفوا الناس فين ساكنين، شوفوا حتى السقف باش مسقفين مساكين. شوفوا شوفوا ها شوف يعني نتمنوا انه تبارطاجيو معنا. اخر كلمه الحاج الناس اللي كيتفرجوا فينا شنو تبغي تقول لهم؟ واش تنقول لهم؟ نقول لهم غير اللي دار فينا خير الله يخلف عليه، واللي ما دارش فينا الخير الله يخلف عليه. انا هذا ما نقول، غير اللي دار الخير الله يخلف، واللي ما دارش الخير الله يخلف عليه. والله يعمل، والله يعملهم يكونوا كيصوف، هذا ما يهلك هذا، احنا ما نهلكوهم، ما عندنا باش نهلكوهم، وهما ما الى هداهم الله يعاونونا شويه. ما هداهمش الله وما عندهم شيء والله ما بغاوش، ما نسالوه بشيء. الرحمه في سيدي رب العالمين، هو اللي خلق هو اللي يرزق. عمي الحاج الا كان شي واحد من الناس اللي كيتفرجوا فينا بغى يعاونك باش يردوا لك دارك اللي مشات لك. اه؟ ما احتوى. طيب خطا تبقى الارض. بقات غير الارض، حتى الحجر الدواء هو. ياك. حتى الحجر الدواء. ماشي ديالنا، ماشي ديالنا. ماشي هنا فين قال؟ ماشي ديالنا. واه فهمت واه. لا. واه. يعني الارض تاع شي واحد اخرين. واه. داوها ولاد خوه. فهمت واه. هما اللي طيحوها، هما اللي. واه. هذا يوسف ومحمد. واه. هما اللي طيحوها. نتمنى ان شاء الله الخير عمي، يعني هذا هو هذا الشيء اللي كتطلبوا انت من الناس اللي يعاونوك اما فلوس ولا مصروف، والمهم عندك هو الدار تصاوب باش تعيش. واه. يعني باش تسمعوا المشاهدين ديالنا، هما راهم باغيين قال لك غير فين يستقروا، يعني غير فين يستابيليزاو على حساب البرد. وتشوفوا راه شوفوا ما كان لا بيبان لا حتى شي حاجه، راه غير باينينهم غير يعني كانت نهار الاول غادي يكون بيئته، وانتم زدتوا غير باش توسعوا شويه. غير باش نتوسعوا. نعم. واه. ساقره هذاك الشيء اللي هو شوفوا ها، رغم هاد الظروف الصعيبه اللي راهم فيها، وكيقول لك الحمد لله ورحنا ساقرين، يعني باش رحنا وريناكم بالراس شتو الناس فين عايشين. اذا نتمنى ان شاء الله تعاونوا هاد الناس. وان شاء الله ان شاء الله اخلت. شكرا الله يحفظكم. اذا خوتي نخليكم تقول شي كلمه للناس اللي كيشوفوا فينا عمي الحاج. الله يخلف عليهم، والله يعطيهم صحتهم، والله يعمل ربي يكون معنا ومعهم ان شاء الله. والله يعمل سيدي ربي يعاونهم على خدمه الحلال. انا نقولها نيشان ماشي الله يعمل يعاونهم سيدي ربي على خدمه الحلال. والله يعمل المغاربه يكونوا مغاربه، في مغاربه الله الملك الوطن، يحيى الملك ويحيى ولاده، ولادنا كاع يحيوا. احنا كبرنا الله يجيب ما بارك منا. الله ينصرهم ان شاء الله. الله ينصركم، والله ينصرهم، والله يعمل سيدي ربي يكون معنا ومعاهم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الحاج الله يحفظك.